لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. الصحابي الذي رافق النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الطائف هو زيد ابن حارثة، وليس زيد ابن ثابت ولا حسان ابن ثابت، حيث حدث سبق لسان من فضيلة الشيخ خلال المحاضرة. الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، في العام العاشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مات أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو طالب كان يدافع عن رسول الله ويحوط وينصر ويؤازر، وبعده ماتت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، والتي كانت أيضا تواسي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخفف عنه وتؤازره. ثم كانت رحلة الطائف أيضا في العام العاشر. رحلة الطائف كانت في شهر شوال من العام العاشر، واستغرقت 10 أيام، سنة 10 وقعدت 10 أيام عشان ما ننساش، الأرقام شبه بعض. رحلة الطائف كانت سنة 10 وقعدت 10 أيام، الرسول صلى الله عليه وسلم مكث في الطائف 10 أيام. احنا نشوف الأحداث، أبو طالب مات، قيل في شهر رجب، قيل في شهر رمضان، بعده بأيام خديجة، أو حتى شهر أو قريبا من هذا، وبعدين رحلة الطائف. رحلة الطائف الشهيرة فيها أحداث كثيرة وعديدة. لما مات أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتعرضوا له بأنواع من الأذى ما كانوا يفعلونها وأبو طالب حي. تجرأوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نالوه بأنواع من الأذى، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف، والمسافة من مكة للطائف حوالي 90 كيلو سيرا على الأقدام، معه زيد بن حارث فقط. إن شاء الله نتكلم شوية تفاصيل بالتدريج إن شاء الله. المسافة ما بين الطائف ما بين مكة حوالي 90 كيلو، 90 كيلو، والطائف تقع إلى الجنوب الشرقي من مكة. مكة الجنوب الشرقي لها على طول منى، الناس اللي راحوا يحجوا ربنا يتقبل منا ومنهم ويرزقنا الحج العام القادم صحبة جميعا إن شاء الله. من الجنوب الشرقي بتاع مكة، وبعدين مزدلفة، وبعدين عرفة، وبعدين الطائف. شوف الخريطة، لأن ممكن حد يبقى مش واخد باله، هي عرفة أنه ناحية من مكة، الجنوب الشرقي الخريطة هي، هذه عرفة ومزدلفة ومنى.
الموقع فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يطلب نصرة أهل الطائف على هذا الدين لهذا الدين ويطلب عندهم المنع من قومه سؤال ليه الطائف؟ لأن الطائف ومكة في الزمن ده يعتبروا الاثنين يعني مترابطتين مدينتين مترابطتين مكة والطائف بيعتبروا ايه زي ايه حاجة واحدة متصلة ولذلك هتلاقي كتير من أهل مكة لهم أملاك في الطائف وأهل الطائف لهم أملاك في مكة في علاقات قوية جدا ومتداخلة جدا بين الطائف ومكة وقلنا قبل كده أن أسواق العرب كانت تبدأ قبل موسم الحج عكاظ قريب من الطائف جدا وبعدين مجنة وذي المجاز نفس الخط نفس الاتجاه ده الطائف مذكورة في القرآن الكريم مش باسمها بوصفها لأن القرآن الكفار كانوا يقولوا إيه عن النبي وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وليه القرآن ما نزلش على واحد من أهل القريتين إيه القريتين مكة والطائف هم يقولوا لو نزل القرآن على حد من مشاهير مكة أو مشاهير الطائف كنا خدنا بيه وأمنا بيه فهم عندهم إيه مكة والطائف الاثنين مع بعض فالطائف كان لها ثقل أولا كان فيها ناس كتيرة جدا يعني مشهورة بكثرة العدد فيها عدد فلو احتضنت الدعوة والإسلام هيبقى في منع وفي عدد وفي قوة وكمان كانوا أقوياء الطائف غير ان فيها عدد كان لها منع المدينة محصنة جدا طائف ولذلك ربنا يدينا ويديك طولة العمر لو وصلنا كده مع بعض لحد مثلا فتح مكة لا بعد فتح مكة النبي راح عشان يفتح الطائف فاستعصت عليه قوم مقومة فالنبي دعا لأهلها بالهداية وانصرف عنها ولم يفتحها إنما لما العرب دخلوا في الإسلام عام الوفود سنة 9 راحوا بقى أهل الطائف كل الناس كل القبائل بتخش في الإسلام فراحوا عملوا وفد كونوا وفد وراحوا أعلنوا إسلامهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودي ليها قصة وفي أسامي نبقى نتكلم عنها إن شاء الله المقصود إيه؟ الطائف بلد أو مدينة أو قرية لها منعة وفيها عدد ولها مكانة عند العرب فيها الأسواق الكبيرة وفيها شخصيات كبيرة جدا ومرتبطة بمكة وأقرب المدن يعني لمكة وكانوا يعبدون اللات صنم اللات وجنبيهم في السكة من الطائف لمكة مكان اسمه قرن الثعالب ده دلوقتي السيل الكبير بتاع أهل الرياض والحتة دي بيحرموا من هناك ومكان اسمه نخلة وادي نخلة وادي نخلة ده كان فيه العزة صنم العزة أو وثن العزة
فحتى الأماكن دي فيها الأصنام الكبيرة بتاعت العرب، اللات والعزة، الأصنام المشهورة دي في الحتة، في الحتة دي. يعني لو تم القضاء عليها هيبقى تم القضاء على شركيات كتيرة، اللات والعزة. فالطائف كانت مدينة مهمة جدا، عدد ومنع وقوة، وهي عند العرب لها مكانة سواء اقتصادية أو دينية. دينية اللي بيروحوا يعبدوا اللات والعزة. فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله. مكة الدعوة فيها بقت واقفة، واقفة من سنين، ما حدش بيخش جديد في الإسلام. وإن الصحابة القدامى منهم اللي هاجر للحبشة، ومنهم اللي في مكة بيتعرض للاضطهاد والتعذيب والتضييق، وما حدش بيخش جديد، الدعوة شبه واقفة. والكفار بيتجرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم أكتر وقت. فده الجديد، جديد ان النبي خرج من مكة الى الطائف سيرا على الاقدام، معاه زيد بن حارثة مشي على الاقدام. ليه؟ لو النبي خرج بدبة قد تكون ملفتة للنظر. يعني اللي هشوف النبي مثلا بالليل او بالنهار ماشي على رجليه مش هيدور كتير، النبي رايح هنا في مكة. اللي هشوف النبي راكب دابة هيقول هو ممكن يكون رايح فين، فيبتدوا يراقبوا النبي لحد ما يعرفوا النبي راح فين، والنبي عايز يروح الطائف من غير ما حد يحس بيه خالص، فما ركبش دابة. وكان ممكن النبي يركب على دابة لأن الدابة هتلفت الأنظار، إنما النبي وماشي على رجليه ما حدش هيدور ورا منه كتير. حاجة تانية، ليه النبي ما خدش صحابة كتير معاه؟ نفس السبب، لو عدد طلعوا مع بعض يبقى رايحين فين؟ حد هيدور. إنما لو النبي طلع لوحده ومعاه زيد بن حارثة مولاه ما حدش هيدور كتير ولا هيسأل كتير ولا، والنبي كان عايز الموضوع ده. يبقى ليه النبي ما خدش حد تاني معاه؟ ابو بكر، عمر، حمزه، عدد من الصحابه، علشان ما حدش يلاحظ، حدش يشوف التجمع ده رايح فين. ليه النبي ما ركبش على دبه؟ برضه علشان ما حدش يدور ويعرف ان الدبه يبقى النبي رايح حته بعيده، طب رايح فين؟ فيبتدوا يدوروا في الموضوع. فخرج سيرا على الاقدام حوالي 90 كيلو. شوف بقى هيبقى حر وتعب نصب وعطش وجوع، مسافة لحد النبي ما وصل للطائف. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وبدأ يدعو إلى الله. وظيفة الرسول، مهنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى الله، يدعو الناس إلى الإسلام، إلى الإيمان، إلى القرآن، يدعوهم إلى الله، يحذرهم من الشرك والكفر. عندهم اللات وراد منهم العزة، يدعوهم إلى التوحيد، إلى الإيمان، الإخلاص، عبادة الله عز وجل وحده. والنبي تجول في الطائف وكلم كل اللي قدر يقابله، كبير، صغير، راجل، ست، غني، فقير. بيحكي لنا خالد ابن أبي جبل، ده صحابي وشهد يعني بيعة الرضوان
ومن الصحابة يعني وهاجر للكوفة وكان في الطائف من أهل الطائف، بيحكي بيقول أنا شفت الرسول صلى الله عليه وسلم في شرق الطائف معتمد على عصا، كأن النبي مثلا تعبان من كتر المشي، تعبان من الوقوف، وبيتكلم النبي كان لا يهدأ، متكئ على عصا ويقرأ على الناس والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ قال سمعتها منه في الجاهلية ووعيتها وحفظتها في الجاهلية وحفظتها في الإسلام. يعني برضو بعد ما يقول بعد ما أسلمت رجعتها تاني على النبي صلى الله عليه وسلم وعرضتها عليه. فبيقول أنا شفت النبي في شرق الطائف، كأن النبي كان بياخد الطائف في كل حتة، أنا شفت النبي في المكان الشرقي من الطائف وبيقرأ على الناس سورة الطارق وحفظتها في الإسلام كمان، رجعت تاني على النبي وفي الإسلام. فبيحكي بيقول فلما فرغ أرسلت إلي ثقيف، ماذا سمعت منه؟ سمعت إيه؟ قال فقرأت عليهم والسماء والطارق. حفظها وهو لسه مش مسلم. وعندهم رجال من قريش، فقال رجال قريش لو نعلم أن ما يقوله حقا لاتبعنا. المقصود أن الرواية دي الحقيقة فيها ضعف، ولكنها مذكورة في كتب السيرة كتير، أخذ بها علماء السيرة، تبين النبي لما راح الطائف موجود في كل مكان بيقرأ سورة الطارق قرآن، فسره للناس، يبينه للناس، يدعوهم. وده أفضل أسلوب للدعوة، إن أنت تنطلق من القرآن، وأي آيات تقراها من القرآن وتبتدي يعني تفسرها للناس وتربطها بالعقيدة والتوحيد والإيمان والإسلام وأمور الدنيا والآخرة، ده أقوى أسلوب، إن أنت تقرأ قرآن ومنه تتكلم بقى في كل الموضوعات اللي عايز تتكلم فيها قرآن. فالنبي كان قرأ عليهم سورة الطارق وتجول هنا وهنا وهنا 10 أيام لحد ما آخر حاجة وصل لمين؟ القادة الأشراف السادة بتوع الطائف. مين؟ رجل اسمه كنانة ابن عبد يليل، وأخوه حبيب، وأخوه مسعود، الثلاثة دول من القادة الكبار في الطائف، والقبيلة المشهورة ثقيف. راح لهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله، ودخل ودعاهم للإسلام، تخلعوا الأنداد، تخلعوا الأوثان، تتركوا الشرك، الله واحد، تعبدوا الله، لا تشركوا به شيئا، الإسلام كذا، واليوم الآخر، والإيمان، والقرآن، والرسل. النبي دعاهم إلى الله عز وجل، فأساءوا له القول، الثلاثة الكبار بقى، الرؤساء، القادة. أما أحدهم الأولاني قال عن نفسه هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسله، يقول له ده أنت لو ربنا بعتك أنا أروح بقى أقطع إيه الكشرة بتاعت الكعبة، معترض يعني اعتراضا على هذه البعثة، لو ربنا أرسلك ده أنا أروح أقطع الكشرة بتاعت الكعبة، عايز يقول أحسن لي يعني. شوف الاعتراض. والتاني منهم قال للنبي أما وجد الله أحدا غيرك يرسله؟ مش حد غيرك،
وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. عايزين واحد عظيم من مكة، الوليد بن المغيرة في بعض الروايات كده، ورجل عظيم من أهل الطائف اللي هو كنانة بن عبد يليل ده، أو عروة بن مسعود الثقفي زي ما هنبين بعد كده إن شاء الله. المقصود إيه؟ التاني قال له هو ربنا ما أما وجد الله أحدا غيرك ليرسله. التالت قال له والله لا أكلمك أبدا، أنا مش هتكلم معاك في الموضوعات دي تاني، لو كنت صادقا فأنت أخطر يعني أعلى من أن أتكلم معك. لو أنت نبي أنا ما استاهلش أن إيه أتكلم مع نبي، وإن كنت كاذبا فأنت لا تستحق أن أتكلم معك. يا أنت نبي أنا ما استاهلش أتكلم معك، يا أنت كاذب أنت ما تستاهلش أن أنا أتكلم معك، يعني كده كده مش هتكلم معك. ورفض، ما دخلوش في الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني، ما تبعتوش لقريش أن أنا عندكم أنا هرجع تاني من غير ما يحسوا أن أنا طلعت، كأن المعنى كده، حتى لا يزئرهم ذلك علي. يقولوا أنت رحت لغيرنا ورحت للطائف، انت لو نجحت كنت هتجيبهم يحاربونا، يعني ايه اوضاع هياخدوا الموضوع بطريقه. فالنبي قال لهم ايه؟ خلاص اكتموا عني، ما تقولوش ما تبعتوش لاهل مكه ان انا جيت. فابوا وصرحوا له، قالوا لا لنرسلن اليهم، هنبعت لهم ونبلغهم ان انت جيت عندنا. نوعيات سيئه جدا. ثم طلبوا منه المغادرة، قالوا تسيب الطائف وترجع تخرج، وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم وصبيانهم. كمان طلعوا أوامر كل العبيد اللي في الطائف يطلعوا يقعدوا صفين في طريق العودة، هم عارفين النبي هيرجع من أنه مكان، العبيد يطلعوا يقعدوا صفين والأولاد يقعدوا صفين، والسفهاء اللي هو الناس المغمورين المخمولين مش مشاهير يعني طبقات أقل طبقات في المجتمع برضو يقعدوا كلهم يتجمعوا مع بعض ويعملوا صفين في طريق عودة الرسول صلى الله عليه وسلم، وطلبوا منهم أن يسبوه ويشتموه ويخذفوه بالحجارة. طبعا ده النبي جاي يدعوكوا إلى الله سيرا على الأقدام، يدعوكوا للدين الحق التوحيد، طهارة، طهارة القلوب والاعتقاد، يدعوكم إلى النجاة في الدنيا والآخرة. والنبي لا كان بيطلب منهم لا فلوس ولا جاه ولا سلطان ولا حاجه خالص، خلي كل حاجه لك بس توحدوا الله عز وجل لا تشركوا به شيئا. انما الرد السيء القبيح. نوعيات تفكير عجيب جدا. فصفوا له صفين وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يغادر. بعد 10 أيام النبي اضاها في الطائف، أسلم عدد قليل جدا قليل جدا، إنما اللي النبي كلمه محدش دخل في الإسلام كتير، لسه الجاهلية والصنمية والوثنية ومستنيين القادة ودعوة مستغربة، محدش عايز يبقى هو البداية وخايفين. واحد من القادة دول الثلاثة كان له زوجة من مكة من بني جمح مكية قرشية، والنبي كلمها قال ما لقينا من أحمائك، نسيبك دول لقينا منهم الأذى
الرد القبيح والسيء، ممكن تأثر على زوجها ولا حاجة. شوف النبي كان بيكلم أي حد في سكته، رجل أنثى، غني فقير، كله في شرق الطائف وغرب الطائف وجنوب الطائف وشمال الطائف. 10 أيام النبي كان بينام إمتى؟ بيأكل إيه؟ بينام فين؟ دعوة إلى الله عز وجل. النبي رايح يدور على مكان جديد للدعوة، الدعوة تنتشر فيه، الدين ينتشر فيه، مكان جديد وناس جداد يقبلوا الدعوة، أرض جديدة ومكان جديد وناس جداد. الدين هو تفكير النبي صلى الله عليه وسلم. الانشغال، أهل مكة خلاص ما عادش حد بيخش في الدين كتير، هو الوضع بقى ثابت. يبقى ايه؟ والدين لازم له يعني نشر. المكان ده خلاص الدعوة وقفت، يبقى نشوف مكان تاني. الناس دول ما عادش حد بيخش في الإسلام، نشوف ناس تانية تقبل، أرض جديدة ونوعية جديدة. لذلك النبي خرج للطائف سيرا على الأقدام، مسافة طويلة جدا، تعب في سبيل الله، دعوة عشان الدعوة، عشان الدين، علشان النبي بلغ ناس تانيين وبلد تاني دعوة الإسلام تصل. عمل جليل، عمل كبير جدا. الداعي إلى الله عز وجل ما بيقفش. المكان ده ما عادش الدعوة ماشية فيه، يشوف مكان تاني. الناس دول ما قبلوش الدعوة، يشوف ناس تانية تقبل، ما بيسكتش بقى. خلاص المكان ده قفل على كده، يبقى الوضع استقر على كده، خلاص خلينا على كده. لا، النبي ما عملش كده، صلوات ربي وسلامه عليه. زي اللي عنده أرض بور ما بتطلعش نباتات، بيعمل إيه؟ بيروح يشوف أرض تانية خصبة. ما بيقولش بقى خلاص الأرض دي ما بتطلعش نبات وما بتتزرعش، يبقى خلاص كده. بيبيعها ولا بيخليها، بيروح يشوف أرض تانية يعني تطلع تنتج. خلاص بقى في أرض كده الدعوة مش ماشية فيها، طب نشوف أرض جديدة، طب نشوف ناس جداد. بعد 10 أيام قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف، طلبوا منه المغادرة، الخروج. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فوجد ان ايه، السفهاء والعبيد والصبيان قاعدين، حتى مش واقفين، ده قاعدين صفين يقذفونه بالحجارة. كلما رفع رجليه او حطهما قذفوه بالحجارة. وكانوا في البداية يقذفون الحجارة على رأسه صلى الله عليه وسلم، فكان زيد بن ثابت يجوب أو يحوط عليه، يقيه بنفسه. حتى جرح في رأسه حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، اللي قاعدين بينشنوا على رأس الرسول، وحسان بن ثابت بيدافع عن راس الرسول براسه هو لحد ما اتجرح. فين غيروا بقى ايه، بيحدفوا على رجل الرسول صلى الله عليه وسلم، يرفع رجل يرموا على الرجل اللي ثابته، تيجي الحجاره فيها من الناحيتين، من الناحيه دي والناحيه دي، وتعورها. لما يحط الرجل الثانيه اللي كانت فوق ويرفع الرجل اللي اتعورت، برضو الحجارة تيجي من هنا ومن هنا على الرجل اللي ما اتعورتش، لحد الرجلين الاتنين ما اتعوروا، اتعوروا مرة واثنين وثلاثة واكتر. وحسان بن ثابت اتعور. المسافة قد ايه اللي قعدوا يحدفوا النبي فيها؟ 5 كيلو من الطائف لحد البستان بتاع عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة بر الطائف بحاجة كده. المسافة تقال حوالي 5 كيلو. 5 كيلو دي مسافة، يعني اللي بيخلصوا تحديف بيروحوا يقعدوا في حتة تانية، بعد ما يعديهم يروحوا يقعدوا له في حتة تانية. يا النبي يتحدف بالحجارة
انتوا عايزين تعوروا النبي في راسه، انتوا تعوروا اقدام النبي، الحجاره دي طوعتكم ازاي تروح على ناحيه النبي؟ مش عارفين قيمه النبي، مش عارفين مكانته، مش عارفين منزلته. فعبيد والسفهاء والصبيان يرموا النبي بالحجاره ويصبونه وبيشتموه بالاصوات والفاظ وعبارات. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، مش عارفين قيمتك، مش عارفين انت ايه. نمرة واحد في البشرية، نمرة واحد في الإنسانية، نمرة واحد في العالم كله، نمرة واحد في الخلق. عندكم ده أحسن واحد في الدنيا، أحسن واحد في التاريخ، انتوا مش عارفين قيمته، تحدفوه بالحجارة. يا صعب. وليه ربنا ما حماش عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا ربنا ما يتقالوش ليه؟ ما نقولش ليه يا رب عملت كده. هذه ابتلاءات، هذه لها حكم، وربنا قادر ان يحمي النبي من كل حاجه وكل الانبياء. ما في انبياء قتلوا، وربنا يعني سلط عليهم بعض من قتلوهم لحكمه او لحكم. سيدنا ابراهيم ما هم قذفوه في النار مسكوه وربطوه وحطوه في المنجنيق وجهزوا له نار وولعوا في النار ورموه، لولا ان ربنا قال يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. بس ممكن الكفار يتسلطوا على بعض الانبياء وهم كرماء على الله، كرماء على الله، والرسل اللي قتلوا هم كرام على الله سبحانه وتعالى. انما هي حكم، حكم. ربنا يقول في القرآن يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك والله يعصمك من الناس. يعني يعصمك؟ مش أنه ما يزكش، يعصمك من القتل، ما يقدروش يقتلوك، بس ممكن يزوك بإيه؟ أنواع من الأذى أقل من القتل. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. انهم يقتلوك يعني. انما انواع من الاذى الاخرى ممكن، وده حصل تاني زي ما ان شاء الله نتكلم يعني في غزوه احد. ده الكفار عوروا الرسول صلى الله عليه وسلم في راسه وكسروا رباعيته وكشحوا ظهره، ظهر النبي اتكشح، اتكشر وسنته اتكسرت وعوروه في راسه. أنواع من الأذى قد تحدث، دي ممكن، بس القتل لا. المقصود أن أهل الطائف قعدوا صفين للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ماشي في وسطهم، كل ما يرفع رجل أو يحط رجل يقذفوه بالحجارة حتى سالت قدماء ورجلاه بالدماء. وزيد بن ثابت، زيد بقى بن ثابت ده خد انه بيحاول يحمي النبي من كل اتجاه، يحمي من الناحيه دي، يحمي من الناحيه دي، يحمي راسه، فخد ضرب كتير رضي الله عن زيد. الله يا زيد، يا زيد بن ثابت، يا زيد بن حارث، جزاك الله خيرا، دفعت عن نبينا. الله، نفسي ابوس راسك يا زيد بن حارثة، نفسي أبوس إيدك، نفسي أبوس رجليك اللي حميت بها النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الصحابة عملوا إيه مع الرسول. طيب في الموقف ده الرسول يعمل إيه؟ أنا آسف في التعبير يعني، الرسول يجري؟ لا، ما يجريش، مش صفات النبي. ده أنا وأنت، أنا وأنت لو حد بيرمينا بالحجارة نجري. الضرب جاي من هنا، أنا يا فكيك اجري. بس النبي له يعني اتزان ووقار، مش النبي اللي يجري، إنما إيه؟ هيمشي بقى زي ما هو وخلاص.
يا رب صل عليه وسلم عليه وبارك عليه. يا موقف صح مؤلم ده، مش حجرتين رموهم وخلاص، واللي خلص رمي رجع، لا ده كان 5 كيلو، متخيل؟ شتايم وسباب وحجارة يا لا الواحد، انا يعني ما اعرفش غير بس الحجارة دي يعني لولا ان هي بس ايه لازم تترمى، كأن عايزة تقول للناس يعني انتوا عارفين انتوا بترموني على مين، لو تقدر الحجارة ما تترماش ما كانش اترمت، بس هو سنة الابتلاءات، انتوا عارفين هترموني على مين، انتوا عارفين بتعملوا ايه. يا موقف مؤلم جدا وصعب جدا لحد النبي ما طلع من وسطهم واحدة واحدة، لحد ما طلع بره الطائف رجعوا، فراح اول مكان قبله حائط بستان جنينة يعني لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، الاثنين من أهل مكة من زعماء الكفار وشديدي العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بس ده أول مكان له ضلة النبي قبله، هم شايفين المنظر، شايفين النبي جاي وشايفين العيال والعبيد كده وهم بيحدفوه، سامعين الأصوات، صوت عالية جدا، سباب وشتايم، مين ده مين ده؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي جه عند الظل وصلى ركعتين، يا رب صل عليه، الصلاة نمرة واحد قبل ما يقعد وقبل ما يستريح صلى ركعتين، ثم توجه إلى الله بهذا الدعاء: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. الناس مش يعني استهانوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ خد بالك النبي مش بيعاتب ربنا حاشا، إنما استعطاف واسترحام، يا رب أنت أمرتني بأهل مكة دعيتهم، أمرتني بأهل الطائف رحت لهم، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أهل الطائف، أم إلى قريب ملكته أمري؟ قرايبي اللي في مكة ملكني، والبعيد أهل الطائف تجهموني، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. اللي حصل لي ده لو مش غضب ولا حاجة، تعورت ودمي سال وساح واتأذيت واتشتمت، ما كانش ده غضب ولا حاجة، يعني ممكن يحصل ايه اكتر منه، بس نقول ايه غير ان عافيتك هي اوسع لي، يعني لا ابالي لو حصل لي تاني، غير ان عافيتك هي اوسع، بس العافية تسلمني وتنجيني احسن لي واوسع، مش عتاب، لانه يقول لو اكتر من كده لا ابالي، بس عافيتك، عايز السلامة والعافية. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل علي غضبك أو يحل علي سخطك. أهم حاجة يا رب لا تغضب علي ولا تسخط علي، أي حاجة بعد كده أذى ولا تعب ولا حاجة مش مهم، أهم حاجة تبقى راضي عني، تبقاش غضبان علي ولا سخط علي، لك العتبة حتى ترضى، أنت يا رب لك العتاب علينا، لك الحج علينا لحد ما ترضى، إحنا مقصرين، حد ما أنت ترضى باللي إحنا عملناه، لك الحج علينا.
ولا حول ولا قوة إلا بك. النبي اشتكى أحواله وقعد صلى وقعد. عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة شايفين المنظر فقالوا للغلام بتاعهم الجنيني عداس: خذ قطفا من هذا العنب ووضعه في طبق وأعطيه إلى هذا الرجل يأكل منه. ما قالوش ده الرجل ده مين؟ هنا برضو في حاجة. طب انت يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة، ما انتوا شايفين المنظر، ليه ما طلعتوش تمشوا الناس؟ ليه ما طلعتوش تمشوا الناس؟ بل وحتى ما عزموش على النبي يخش جوه. ده قالوا العداس خد عنقود عنب وحطه في طبق واديهوله ياكل بس كده، مراعاة للرحم يعني، صلة الرحم برضو اتحركت عندهم، قريبهم من قريش ومن مكة، فقالوا اديله عنقود عنب ياكله. النبي تعبان لا اكل ولا شرب ولا في سبيل الله عز وجل، دعوة إلى الله، أكل الشرب آخر حاجة تفكر فيها. فعداس خد العنقود وغسله وراح لما قدمه للنبي قال له كل. فلما وضع النبي يده في العنقود قال بسم الله ثم أكل. فقال عداس: هذا الكلام لا يقوله أهل هذه البلاد، بسم الله الكلام ده ملوش الأهل النواحي ديت، ما يعرفوش التسمية، ما سمعهمش بيقولوا بسم الله قبل ما ياكلوا قبل كده خالص. فدي كانت أول يعني موقف عداس ياخد باله وبدأ ينتبه، قال إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أي البلاد أنت؟ طب أنت تعرف أهل البلاد دي ما بيقولوش الكلمة دي، وأنت من أنه بلد؟ طالما عرفت إن الكلام ده ما بيقولوش هنا يبقى أنت عرفت اللي بيتقال في حتة تانية. من أي البلاد أنت؟ وما دينك؟ والنبي فطن، عرف إن ده له دين وعرف التسمية وعنده الملاحظة، فالنبي قال له: من أي البلاد وما دينك؟ قال: نصراني من أهل نينوى. نينوى ده في العراق. قال النبي: نينوى من قرية الرجل الصالح يونس بن متى. قال: يا سيدي وما علمك بيونس بن متى؟ تعرفه منين؟ قال: ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. فأكب عداس على رأسه ويديه وقدميه يقبل: تعالى نبي، اديني راسك، ابوسها، اديني ايديك، اديني رجليك. وهناك عداس حكى بعد كده، قال عتبة بن ربيعة وشيبة بعضهم لبعض: أما هذا فقد أفسد عليك غلامك، غلامك راح منك. شايفين المنظر عمال يبوس راسه، بوس راس النبي وايديه ورجليه، قال له: غلامك بقى راح فسد. بلد يونس بن متى، عداس من اهل نينوى، عارف يونس بن متى، عارف سيدنا يونس ذنون، بلده، عارف قصته، ومحدش يعرف القصص دي خالص الا نبي. فقال له يونس بن متى ونينوى: ذاك اخي كان نبيا، ايوه صح المعلومه دي، وانا نبي. قال: ما حدش يعرف دي ابدا الا نبي. فقعد يقبل راس النبي ويديه رجليه: يا بختيك يا عداس، نفسنا بس في قبله واحده، راس النبي، ايد النبي، رجل النبي، اي حاجه، اي حاجه، يا بختيك، يا ريتنا ناخد واحده. شيبه بن ربيعه ولا الثاني هو غلامك خلاص فسد. فلما جه عداس قال له: ماذا صنعت؟
رأيناك تقبض رأسه ويديه ورجليه. فقال لسيده: يا سيدي، ما على وجه الأرض رجل خير من هذا؟ فيش على الأرض أحسن من ده. إنه نبي. قال: يا عداس، دينك خير من دينه، لا يفتنك عن دينه. قال: لا، دينه خير من ديني. بتوصوني بإيه؟ يا عداس، شوف الفرق. من شوية كانوا بيرموا النبي بالحجارة ويشتموه، شوية كده عداس بيبوس ايديه ورجليه وراسه. شفت الفرق بين الاثنين؟ شفت الفرق بين الاثنين؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ده عرف قدر النبي، عرف منزلته. التانيين جهال ما يعرفوش مكانته ولا منزلته. فشوفوا اتصرفوا ازاي وعداس اتصرف ازاي. النبي قعد وبعدين خلاص بقى لازم يرجع، فقام مشى شوية. حصل موقف من أغرب المواقف في مكان اسمه قرن الثعالب، وبعدين مشى شوية في مكان اسمه نخلة، أو لعل نخلة أقرب للطرف، نخلة من قرن الثعالب، وبعدين قرب من مكة. لما النبي مشى شوية لحد ما وصل نخلة، نخلة واقف يصلي الفجر، صلي الفجر مع زيد بن حارث. وبعد ما خلص صلاة نزل عليه الوحي، ربنا بيبشره: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. مين اللي جابهم عند النبي؟ ربنا. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا منزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من أولياء أولئك في ضلال مبين. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، كتابا عجبا، يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، إلى آخر الآيات. عالم جديد اتفتح قدام الدعوة، قدام الإسلام والإيمان والقرآن، عالم غير منظور. العالم ده اتقفل، فتح عالم جديد. راحت الدعوة ناحية مخلوقين، ما الجن دول من المخلوقات اللي مكلفين بالقرآن والدعوة ولهم جنة ونار زي الإنس. أهل الطائف رفضوا، ربنا فتح للنبي عالم، الدعوة راحت في عالم تاني جديد، وناس جداد جم وراحوا يبلغوا ويدعوا بعض، والإسلام حينتشر بقى في عالم جديد. اتقفل عالم واتفتح غيره.
اللي احنا شايفينه مقفول في عالم احنا مش شايفينه اتفتح. الله، المكافأة ربنا. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، ربنا سبب لهم الأسباب عشان يعدوا من الحتة دي في الوقت ده، والنبي بيقرأ عشان يسمعوا القرآن. ربنا لا يضيع أجر من أحسن عمل، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. شفت الدعوة بتمشي إزاي؟ الله الله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حلوه في الحدينا، لسه رحلة الطائف، لسه النبي راجع. اقعد بس استرجع الاحداث بتاعت رحلة الطائف سنة 10 ايام مواقف جليلة لكل داعي الى الله وعامل في مجال الدعوة يشوف الدروس دي وياخد عبر. انت داعي الى الله تدعي في مكان محدش بيستجيب، شو غيره اسكتش، وانت حتى ما بنتعبش حتى، احنا ما بنمشيش. شوف النبي ماشي قد ايه مسافه على رجليه، اكل ما فيش، شرب ما فيش. راح النبي كان بينام فين؟ في الطاقة، اي مكان بياكل ايه؟ اي حاجه. دوم الدعوة دين البلاغ إنقاذ الناس، تعليم الناس، تذكير الناس، وعظ الناس، درس الأغنياء النبي راح لهم القادة والبيت، الناس كل رجال النساء. الله، شوف شخصية النبي، النبي ما بيهربش، بيضرب الحجارة النبي ما يجريش، عليه الوقار، وقار هيبة، حتى لو في أذى زيادة بس النبي ما بيصرفش زي بقية الناس. الله، ونشوف كده زيد بن حارثة، الله عليك يا زيد، جزاك الله خيرا، نفسي أشوفك. لو نخش الجنة ونشوف الصحابة بس. طبعا ربنا كفو زيد، مش احنا اللي هنكفو، بس نفسي يجي لي دور انا كمان كده على قد كده، اشوف كده اقول له جزاك الله خير، عشان انا بحب النبي، واي حد بيدافع عن النبي نوجه له شكر، شكرنا له ولا حاجه، ربنا اللي كفو. بس نقول له جزاك الله خيرا، قرينا قصتك، عرفنا انت عملت ايه مع حبيبنا وسيدنا. الله على السيره، الله على قصه حياه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف سنه ربنا، ممكن ربنا يدافع عن النبي ولا حد يلمسه ولا شوكه تشابه، مش كده؟ مش حكم، عشان لو حد اتاذى نقول له الانبياء اوذوا، ده ايه ده النبي اتاذى اذيه، يعني لو حد قال انا اتاذيت اذيت، هو انت هيجرى لك زي ما جرى للنبي؟ اوعى حد يسيب المجال ده مهما حصل. فربنا بيجري اقداره علشان الامه، علشان الاجيال اللي جايه، لو حد اتاذى ولا تعب ما يقولش انا اسيب بقى المجال ده، لا، ده سيدنا اكرم الخلق على الله، حصل معاه كذا كذا كذا، اجعل. طيب نتوقف عند هذا القدر، لسه رحله الطائف يعني فيها احداث وهامه جدا، ولسه يعني فيها وقائع برضو
نستفاد منها ونتعلم منها ونشوف الأحداث ماشية إزاي والسنن ماشية إزاي الأحوال. وإحنا مع سيدنا النبي بنجيب سيرته ونتكلم عليه نشوف كان بيعمل إيه عليه الصلاة والسلام، بيقول إيه، بيختار إيه، أخلاقه، صفاته، الدعوة، قدره، مكانته، ومنزلته، بنشوف كده. يعني لم نصحبه بأجسادنا، إنما صحبناه بقلوبنا، أرواحنا، معاه كده، كأن إحنا ماشيين وراه بنشوف كده النبي راح فين بيعمل إيه، على أمل أن نلتقي به صلوات ربي وسلامه عليه. أن يجمعنا الله به يوم القيامة. آمين. وأن يحشرنا تحت لوائه لوائه الحمد. آمين. وأن يوردنا حوضه. آمين. أن يسقينا من حوضه شربه لا نظمى بعدها أبدا. آمين. وأن يرزقنا صحبته في اليوم الآخر وفي الجنة. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمة الإسلام ولا ينزعها منا أبدا. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يدافعون عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأن ينشره ومن الناشرين لهديه ومن المقتدين، يجعلنا من المقتدين به صلوات ربي وسلامه عليه. أسأل الله أن يرزقنا الإيمان وأن يمسكنا القرآن. نسأل الله أن يجعلنا من الداعين إليه سبحانه. نسأل الله أن يستعملنا في خدمة دينه وخدمة كتابه. نسأل الله أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى. أسأل الله أن ينزل هدايته علينا وعلى الناس وأن ينزل سكينته علينا وعلى الناس وأن يغير أحوالنا إلى أحسن الأحوال. أسأل الله أن يرضى عنا ولا يغضب منا. أمين. نسأل الله أن يرضى عنا ولا يغضب منا ولا يسخط علينا. نسأل الله أن يعافينا في ديننا وفي أجسامنا وفي أموالنا وأولادنا وبيوتنا وأهلينا. نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يرحمنا وأن يرأف بنا. نسأل الله عز وجل أن يجبر كسرنا. أسأل الله أن يمكن لهذا الدين وأن يعز الإسلام بالرجال الأشداء والرجال الأقوياء. آمين آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.